إذا السلام عليكم، معكم أستاذ حسن الراجي، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. نتمنى إن شاء الله من هذه الدروس البسيطة جدا أن تستفيدوا، خاصة التلاميذ والتلميذات المقبلين والمقبلات على امتحان الجهوي، وكذلك الأشخاص اللي غيدوزوا إن شاء الله ثالثة إعدادي حر. جراتي هو جزء من درس ديال المناعه اللي غنشوفوا ان شاء الله فيما بعد، ما غاديش ندخلوا في التفاصيل ديال المناعه. دابا غنشوفوا الجراثيم. اشنو هما الجراثيم؟ الجراثيم هي متعديات مجهريه. ما معنى متعديات مجهريه؟ هي كائنات حيه لا ترى الا بالمجهر. هذو هما المتعديات المجهريه، ويمكن تقسيمها الى عده انواع. كاين الحيوانات الأولية، البكتيريات البكتيري دول البروتوزوير، هنا الحمات أو الفيروسات، ثم الفطريات المجهرية الشامبينيون ميكروسكوبيك. الحيوانات الأولية هي كائنات حية يعني متعديات مجهرية، تتشكل من خلية واحدة، تتكون من خلية واحدة، يسمى كذلك وحيدة الخلية. غالبا كنعطيو نموذج مبسط لحيوان أولي اللي هو الباراميسيوم، له أهداف، نواة سيتوبلازم، غشاء سيتوبلازم ثم أهداف للتناقل. الذي يهمنا كثيرا هو شكل النواة. النواة هنا لها شكل واضح، لها نواة واضحة، نواة واضحة. إذا الباراميسيوم من الحيوانات الأولية وحيدة الخلية لها نواة واضحة. نأخذ كذلك مثال الأميبا. إذا النواة الواضحة ثم الشكل ديال الأميبا، تسبب أمراض الجهاز الهضمي. إذا الحيوانات الأولية هي حيوان وحيد الخلية، يتكون من خلية واحدة، يعني نواة واضحة، سيتوبلازم، غشاء سيتوبلازمي. البكتيريات نواتها غير واضحة، نواتها غير واضحة، وتختلف من حيث الشكل. فهناك المكورات، مكورات، هناك لون لبيات، وهناك عصيات، واحد الشكل عصية، عصا صغيرة. إذا المكورات، اللولبيات، العصيات، كلها بكتيريات، كائنات مجهرية، متعديات مجهرية ذات نواة غير واضحة. تنقسم إلى نوعين، الممرضة الضارة والنافعة، سنشوفوا فيما بعد. الحمات والفيروسات كائن حي صغير جدا لا يمكن رؤيته إلا بالمجهر الإلكتروني، وكلها ممرضة، كلها ممرضة إجبارية التطفل. هادشي غادي نشوفوه فيما بعد. لا معنى إجبارية التطفل أنها تستلزم وجود خلية لتعيش وسطها، هادشي غادي نشوفوه في الفقرة الموالية إن شاء الله. إذا منها حمى أو فيروس السيدة، حمى أو فيروس كورونا حفظنا الله وحفظكم،
اللي منتشر دابا هاد الايامات فيروس كورونا، ثم حمت الزكام، داء الكلاب الى اخر ذلك. هناك امراض كثيره جدا فيها القاتله وفيها بحال مثلا الزكام يمكن الشفاء منها. اذا كلها ممرضه عكس البكتيريات اللي فيها النافعه والضاره، هذه الحمات كلها ممرضه، هذا مهم بزاف. الفطريات المجهريه يمكن تقسيمها الى نوعين، عفن، مثلا عفن الخبز كمثال، والخميره. الفطريات المجهريه كذلك الشامبينيون ميكروسكوبيك يمكن نقسموهم الى نافعه وضاره. عفن الخبز الغموريه اللي كتكون في الخبز، العفن بصفه عامه يكون فوق الفواكه، كيكون بزاف ديال الحوايج، والخميره فهي نافعه. هناك كذلك فطريات نافعه جدا اللي هي فطر البينيسيليوم. البينيسيليوم هو من الفطريات التي يتم الاستفاده منها كثيرا من اجل انتاج مضادات حيويه اللي هو البينيسيلين ومشتقاته. وعفن الخبز كما نعلم فهو ضار ويسبب امراض خطيره جدا. اذا العموم، المتعديات المجهريه او الجراثيم كائنات مجهريه لا ترى بالعين. نفضل كثيرا استعمال المتعديات المجهريه على الجراثيم، ويمكن تقسيمها الى اربعه انواع اقسام. الحيوانات الاوليه التي نلاحظ بان لديها نواه واضحه، البكتيريات ليست لديها نواه واضحه، نواتها غير واضحه، ويمكن تقسيمها الى ثلاثه اشكال. المكورات، هذه المكورات يجد فيها مكورات احاديه، مكورات ثنائيه، مكورات عقديه، مكورات عنقوديه، يعني بعض التمارين كيعطيكم مكورات عنقوديه كيقول لك صنفها، واش حيوان اولي ولا بكتيريات ولا حمات ولا فطريات. انت بمجرد كتسمع مكورات فدائما نتجه ونصنفها ضمن البكتيريات، الحمات او جرثومات السيدا او حمات او جرثومات الكورونا الى اخر ذلك، تصنف ضمن الحمات. الباراميسيوم او الاميبا او اي حيوان اخر اولي تعطيك شكل معين ولديه نواه واضحه فيعتبر من الحيوانات الاوليه. العفن والخميره تدخل ضمن الفطريات المجهريه. اتمنى ان يكون هذا الفيديو مفيد للجميع، والى اللقاء في الحصه المقبله ان شاء الله مع استاذ حسن الراجي لفهم العلوم بصفه جيده وبسيطه ان شاء الله. وشكرا على حضوركم وحسن استماعكم، وشكرا.